بالامس عاد الاهلي بنتيجه ايجابيه من دار السلام في تنزانيا بعد التعادل الايجابي مع يانج افريكانز بهدف لكل فريق، النادي الاهلي كان قاب قوسين او ادنى من احراز ثلاث نقاط والعوده من تنزانيا منذ فتره طويله بانتصار مهم جدا، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن يمكن في الدقيقه 94 او في الدقيقه 93 قدر يانج افريكانز يتعادل مع النادي الاهلي، ليست من النتائج المرجوه او ليست من النتائج المعروفة عن النادي الأهلي أن يكون متقدم ثم يتعادل الفريق المنافس في الثواني الأخيرة كان دائما وأبدا جماهير النادي الأهلي متعودة أن النادي الأهلي بيتقدم أو بيعمل الفارق في الثواني الأخيرة أو في الدقيقة 90 وأحرص بطولات كتير حتى في الدقيقة دي ولكن امبارح الأهلي تقدم في الدقيقة 87 حتى احنا كمشجعين على الأقل يعني مش هقول حتى كمختصين أو إعلاميين تيقنا أن المباراة ممكن تكون انتهت ولكن قدر يانج أفريكانز يتعادل في الدقيقة 94 وبالتالي الكل وصف حتى النتيجه امبارح تعادل بطعم الخساره ولكن لما تبص في الدقيقه 91 هو في الوقت بدل الضايع لكن لما تيجي تبص على نتيجه ماتش الاهلي وانج افريكانز وتقارن نتائج الفرق العربيه في الجوله التانية تحديدا من دورة ابطال افريقيا يعني تقول الحمد لله اللي عدت بالشكل ده في ظل ان برضو الناس كانت متخوفه ان الاداء في الفتره الاخيره ما كانش على ما يرام فالأهل الحمد لله قدر يرجع بنتيجه ايجابيه في ظل ان الترجي التونسي خسر خارج ارضه على نفس الملعب من الهلال السوداني شباب بلوزداد الجزائري خسر خارج ارضه امام ميديا ملغاني في كوماسي بيراميدز خسر امام نيوازيب الموريتاني اللي لاول مره يشارك في دوري المجموعات لدوري ابطال افريقيا اول انتصار لفريق موريتاني في دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا فهذه خساره كمان لبيراميدز الوداد خسر في اسك خسر على ارضه امام جالاكسي تبص على النجم الساحلي على ارضه ووسط جمهوره بيخسر من بيترو اتلتيكو دي لواندا الانجولي 2-0 فكلنا ساعه المباراه بتاعه الاهلي ويانج افريكانز قلنا تعادل بطعم الخساره ولكن لما تيجي تبص على نتائج الفرق العربيه الكبيره اللي الكل بيرشحها لبلوغ الادوار القادمه لا تعتبر نتيجه الاهلي من النتائج الايجابيه اللي اتحققت في الدور الجوله الثانيه من دوري ابطال افريقيا هذا التعادل هيجعل مباراة الاهلي وشباب بلوزداد يوم الجمعه القادمه مباراه صعبه جدا لان تفرق كتير وانت بتلعب مع شباب بلوزداد على ارضك ووسط جمهورك وانت ست نقاط والفريق الجزائري ثلاث نقاط وبالتالي الفريق الجزائري مش عايز يخسر عايز يطلع باي نتيجه ايجابيه وانت في نفس الوقت بتلعب يا اما على التعادل يا اما على المكسب كسبت يبقى قطعت اكتر من 70 80% من المشوار اتعادلت يبقى انت هتلعب على التعادل الايجابي او السلبي حتى في الجزائر في الجوله الرابعه ولكن دلوقتي ترتيب المجموعة أنت أربع نقاط ميدياما ثلاث نقاط بولزداد ثلاث نقاط يانج أفريكانز نقطة وبالتالي كل حسابات المجموعة متساوية يبقى المباراة اللي جاية لا بديل عن الفوز عشان تحسم مشوارك بدري لازم تخلص المباراة اللي جاية في في برج العرب إن شاء الله بمكسب مهم جدا عشان على الأقل لما تروح كأس العالم تبقى أنت قفلت ملف إفريقيا مؤقتا بشكل إيجابي جدا اللي اتفرج على مباراة امبارح ويقارنها بالمباريات الأخيرة في الدوري أو حتى في مباراة الدوري الإفريقي الأهل امبارح كان إيجابيا أكتر على المرمى الشوط الثاني تحديدا الأهلي قدر يفرض سيطرة وأسلوب وأداء على الفريق المنافس واللي مزعل الناس وخلى الناس كلها تقول تعادل بتعمل خسارة أن أنت امبارح كنت قاب قوسين أو أدنى من الفوز بهدفين أو ثلاث أهداف وتحقيق ثلاث نقاط وهدف بيرس ده في الدقيقه 87 سبحان الله يعني في فرص قبلها كانت اسهل من كده تم اهدارها ولم تحرز او لم ينجح الاهلي في احرازها الى اهداف ولكن امبارح كولر عمل نقطه جديده ما حصلتش من فتره طويله عمل تغيير في الدقيقه 45 بين الشوطين اول ما شاف امام عاشور مش موفق في الشوط الاول نزل على طول بمحمد مجدي قفشه وقفشه الفتره الاخيره بصراحه ظاهر بشكل كويس بيأدي بشكل كويس رمانه ميزان في وسط الملعب بشكل مناسب جدا في خط وسط النادي الاهلي نزول عمرو السوليه أنا شايفه نقطة إيجابية مهمة جداً، رغم إننا كنا توقعنا إن عمرو السولية ممكن يتم الدفع بيه في مباراة سموحة على استاد المولين في ظل إن أنت ما عملتش غير تغييرين فقط ولكن كولر دفع بعمر السولية في ظروف صعبة في أرضية ملعب صعبة في أجواء رطبة جداً خارج القاهرة مع فريق من تنزانيا ولكن السلية لما بينزل في وسط الملعب بيطمنك، سلية من العناصر الخبرة المهمة جداً.